خلونا نسمع ما قاله السيد الرئيس النهارده في كلمة للشعب حول مجلس الشعب. بشكل واضح أدعو جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقنا الأخير الذي توافقنا عليه. أدعوكم جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، فلاحين وعمالا من كافة ربوع الوطن، احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم وأحسنوا اختياره. احتشدوا من أجل شهيد قدم روحه، من أجل وطن يليق بنا، ومن أجل طفل ينتظر منا أن نصنع له مستقبلا واعدا. أدعو شباب مصر أن يكون في طليعة يوم الاقتراع، فشبابنا بحماسه وأخلاقه قادر على أن يحسم الأمر لصالح الوطن. أنتظر من شباب مصر أن يكون هو المحرك الأساسي لهذا العرس الديمقراطي. أدعو المرأة المصرية أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن. أدعو الأم والزوجة والأخت والابنة، وبحق كل امرأة مصرية قدمت الأب والابن والأخ والزوج شهيدا من أجل الوطن. أدعوكن للاصطفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بالأسرة الوطنية المصرية. أدعو المصريين في الخارج، سفراءنا الوطنيين، أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع ويبرزوا للعالم كله شكل مصر الجديدة وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية، فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم. الاستحقاق الأخير من استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية. إنني أؤكد على أهمية هذا الاستحقاق الذي سينتج لنا مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي وصوت الشعب. ترتكز أهمية انتخاب مجلس النواب القادم على اعتبارين أساسيين، أحدهما اطلاعه في سن كافة التشريعات والقوانين المكملة للدستور والتي نطمح أن تأتي متسقة مع الغايات والأهداف التي وضع من أجلها، والثاني سيكون هذا المجلس أمام العالم انعكاسا لإرادة المصريين القوية ويمثل ضمير هذه الأمة ونبض أبنائها وحسن آمالها وتطلعاتها. إذن الرئيس السيسي يحث المصريين على المشاركة في الاستحقاق الثالث، و يعني هو استحقاق مهم جدا، مجلس الشعب. يا جماعة أنا مش محتاجة أقول لكم إيه أهميته، يعني أرجوكم أن تدركوا أن هذا هو المجلس الذي سيسن القوانين، هذا هو المجلس اللي يراقب الحكومة، هذا هو المجلس اللي يعني هيقف ويراقب ويقول لهم صح وغلط، هذا هو المجلس اللي هيراجع كل القوانين والتشريعات اللي حصلت. لو في اي حد عايز يغير قانون، يعني كل الشباب اللي عايز يغير قانون التظاهر طريقه الان هو مجلس الشعب، كل الناس اللي عايزه تغير قوانين ظهرت طريقها الان هو مجلس الشعب. هو ده اختيارك واختيارك. فكره ان انا اكسل واقول لا اصل اللي نازلين دول مش عاجبني، انا عندي امر واقع وهذا ما فرزه النظام السياسي اللي عندنا، فبالتالي اخد افضل ما لدينا.